أحد أهم وأبرز مدربي حراس المرمى في منتخب مصر عبر التاريخ، سجل حضوراً عظيماً ومشرفاً في كتيبة الفراعنة بقيادة الراحل العظيم محمود الجهري، هو المحارب فكري صالح. فكري صالح درب حراس مرمى العديد من الأندية عقب اعتزاله، وكان أصغر مدرب حراس مرمى للمنتخبات الوطنية، لذلك يطلق عليه لقب شيخ المدربين نظراً لمسيرته الطويلة التي امتدت على مدار أكثر من 30 عاماً، وبرز معه أسماء العديد من حراس مصر العظماء مع أجيال متعددة. في تصفيات مونديال 90 كانت الانطلاقة العظيمة مع الجوهري والتأهل لنهائيات كأس العالم بإيطاليا بعد إقصاء الجزائر، ثم ظهور مشرف في باليرمو أمام طواحين هولندا والتعادل العادل أمام أيرلندا وإنجلترا. كما نال المدرب المخضرم أحد أهم ألقاب الكرة المصرية عبر التاريخ، والذي تمثل في الفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 1998 والتي أقيمت في بوركينا فاسو. ومع الجوهري أيضا عمل صالح مدربا لحراس منتخب الأردن خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، وسجل حضورا مشرفا في نهائيات كأس آسيا بعد غياب طويل، ونال الجهاز الفني إشادة الجميع في المملكة الهاشمية. مشواره مع الجوهري لم يكن في إنجازات الملاعب فقط، بل كانت أيضا على الجبهة، حيث شارك الثنائي في حرب أكتوبر المجيدة. المحارب فكري صالح ابن القوات المسلحة وسلاح الصاعقة، والذي نال شرف التواجد في ملحمة انتصار أكتوبر الخالدة عام 1973، لتكون حياته دائما هدفها رفع علم مصر أم الدنيا. اللي حضراتكم شفتوه وسمعتوه من خلال التقرير ده مجرد جزء بسيط جدا، يعني زي ما تقولوا كده ايه بالبلدي، ما تيسر من السيرة الذاتية المحترمة جدا لضيفنا العزيز اللي منورنا. احنا لسه طبعا بنتكلم عن أبطالنا في عالم الرياضة اللي شاركوا كمان في حرب أكتوبر المجيدة، نتكلم عن ذكرياتهم في فترة الحرب، وكمان أكيد عن إنجازاتهم في الملاعب المختلفة. منورنا الجنرال فكري صالح شيخ مدربي حراس المرمى في مصر. صباح الفل على حضرتك وكل سنة وانت طيب يا فندم. صباح الخير يا كابتن كريم، شرف لي أن أكون موجود مع حضرتك. شرف لي أنا يا فندم، وشرف عظيم لي أن أكون في قناة الأهلي، القناة الحبيبة لي اللي هي بتمثل القلعة الحمراء اللي أنا دايما بعتز بيها كشيء من الأشياء الجميلة في مصر. جميل طبعا. الكلام مع حضرتك بقى هيروح ويجي ما بين ذكرياتك مع حرب أكتوبر المجيدة وخلفية حضرتك العسكرية، وكمان أكيد ذكرياتك في الملاعب وتوليك لهذه المهمة الشاقة لفترة زمنية طويلة، وتخرج من تحت إيديك زي ما بيقولوا كده بالبلدي يعني العشرات من أمهر حراس المرمى عبر تاريخ مصر في رياضة كرة القدم. ولكن أنا عايز أستأذن حضرتك في حاجة، كنا بنتكلم أنا وكابتن فكري من شوية وإحنا قبل حتى ما نشوف التقرير ده مع حضراتكم، كنا بنتكلم عن الأجيال الجديدة وإن للأسف في منهم كتير مش عارفين يعني كل اللي المفروض يكونوا عارفينه عن حرب أكتوبر، فدي فرصة بتهيألي ممكن نستهل بالنقطة دي لو حضرتك تسمح لنا. لا ده أنا عايز أستغل القناة العظيمة قناة الأهلي ومع حضرتك ان يؤدي فكرة مصغرة يعني ايه روح اكتوبر العظيم، اللي برضو ده من سر هقوله لاول مرة، ان كان كل انتصاراتنا مع الجنرال العظيم محمود الجوهري في مجال الرياضة كانت بروح اكتوبر العظيم. انتوا بالمناسبة كان اول لقاء يجمع ما بينكم كان في الجيش ولا في الملاعب؟ لا لا لا، هو اللقاء الأول على الإطلاق أول. لا هو أول لقاء طبعا كان في الجيش، تعرفنا على بعض والكابتن كان من الناس المحبوبة، هو كان سلاح الإشارة ولكن المعرفة الوثيقة جدا أثناء مشوار الكروي. احنا كده اكيد هنتطرق للعلاقه دي لان هي تستحق التامل واكيد مليانه تفاصيل الناس اللي يحبوا يعرفوها، بس احنا عايزين نكمل كلامنا في تعريف الاجيال الاحدث او الجديده بقيمه هذا النصر المجيد. روح كابتن كريم، اتفضل. سنه 67 حصلت هزيمه للاسف لا الجندي المصري ولا الضابط حاربوا فيها، اتظلموا
بمعنى أني فرضت علينا أن احنا نستعد لمعركة قبل 67 بحوالي شهر، وجت إسرائيل في 6 ساعات كانت خلصت على كل الطيران، رغم أني كان مسبق سيادة الرئيس جمال عبد الناصر بلغ القيادة العسكرية أن في ممكن ضربة وشيكة من إسرائيل يوم 5 أو 6 67. طب ليه اللي حصل ده حصل؟ وطبعا لما الرئيس تجيله دي نرجع كده فلاش باك برأفت الهجان بالحلقات اللي احنا كنا بنشوفها مخابرات والمخابرات طبعا. معنى كده ان المخابرات ادت المعلومة دي للقيادة السياسية. للقيادة السياسية طبعا. للأسف كان في احتفال ليلة ما هم ضربونا في 67 احتفال كبير في المطارات، احتفال فني، فبالتالي ناس سهرانة طول الليل. المهم عايز اقول ان كان في قرار كمان، قرار الانسحاب، وده قرار للأسف ما كانش مظبوط من القيادة العسكرية في هذا التوقيت، وبالتالي حصلت خسائر رهيبة لينا، حوالي أكتر من 100,000 جندي، سواء جندي أو ضابط. طبعا أنا بقول كلمة طبعاً. جندي طبعاً يعني وضابط وصف ضابط، هو بسميه طبعاً. أنا جندي طبعاً. وكم كبير من الأسلحة فقدتها مصر، لأن قرار الانسحاب كان قرار خاطئ. وبالتالي عدنا عايشين من 67، كان أي حد لابس كاكي بيبقى مكسوف يمشي في الشارع، لأنه للأسف الشعب كان محمل القوات المسلحة، القوات المسلحة الهزيمة. ولكن الهزيمة دي يتحملها أمام التاريخ، وأكيد اللي بيسمعني من الناس الكبيرة عارفة هذا الكلام، القيادة العسكرية وسوء التخطيط بقرار الانسحاب. طب ايه اللي حصل يعني بعد ما ده حصل؟ يعني عايز اقول انا فكره تدارك الامور انا عايز اقول للشاب الصغير النهارده ان مصر كلها كانت حزينه طبعا من 67 ل 73. مصر والعالم العربي. العالم العربي طبعاً. كله لان طبعاً. هي مصر راس الخيمه يا كابتن طبعا كريم. طبعا طبعا هي طبعاً. راس عمود الخيمه الاساسي للعالم العربي، وبالتالي كان كل مجهود مصر ان احنا ازاي نعيد القوات المسلحه وازاي نرجع. في التوقيت ده انا اتخرجت من الكليه الحربيه، انا الدفعه 60 حربيه، وكان ليا الشرف ان برضو من ضرب اسرائيل لينا، لان ما عندناش وكانوا بيضربوا الكليه الحربيه، انتقلت الكليه الحربيه الى السودان. يعني انا ليا الشرف ان انا دفعه 59 و60 كملوا الكليه الحربيه او الاعداد بتاعهم في جبل الأولية في السودان. أنا عايز أستأذن سيادتك بس، إحنا اتفقنا من الأول إن الكلام هيكون رايح جاي ما بين العسكرية وبين الرياضة، بس عشان الزملاء بيقولوا لي إن إحنا لازم حالا نروح، وإلا هتفوتنا الفرصة دي نعرف يعني كواليس تدريبات النادي الأهلي من زميلنا كريم أحمد المتواجد حاليا في ملعب مختار التتش، وأكيد هنرجع عند نفس النقطة دي. كريم صباح الفل عليك، اتفضل إحنا سامعينك. صباح الخير عليك زميلي العزيز كريم، طبعا كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي، ويوم العظيم النهارده الحقيقه في البدايه نصر اكتوبر، ومن خلالك طبعا بنقول كل سنه وكل قواتنا المسلحه بخير، كل سنه وقواتنا المسلحه هي الدرع والسيف الحقيقي للشعب المصري والامه العربيه. يوم عظيم النهارده بنحتفل بيه جميعا، ويمكن كمان النهارده بقى رغم ان هو يوم 6 اكتوبر لكن تدريب النادي الاهلي متواصل، واستعدادات النادي الاهلي الحقيقه مكثفه جدا خلال الايام الماضيه، الكل في تركيز كبير، مباراه مهمه وانطلاقه جيده جدا، وهي مباراه الحرس الوطني ان شاء الله يوم 16 من الشهر الجاري على ملعب سينيو كونيتش بي النيجر، ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده جدا لفريق النادي الاهلي، ونسعى من خلالها زي ما حصلنا على عديد مزيد من البطولات خلال الموسم المنقضي، ان شاء الله باذن الله نقدر نحقق بطولات عديده هذا الموسم تحت القياده الفنيه الرائعه كالعاده لبيتسو موسيماني والكوكبه المميزه والعناصر الكثيره جدا الوافدين الجدد الحقيقه المتواجدين مع النادي الاهلي. فتره مهمه جدا الحقيقه في المشوار طبعا النادي الاهلي في بطوله الدوري العام وبطوله الكاس والبطوله الافريقيه، لان مفيش فتره زميلي كريم هيكون
يكون فيها تكتيك والجمل وتحفيز بقى كل الامور وفكر بيتسو موسيماني الا المرحله دي. عندنا غيابات متواجده طبعا في منتخبنا الوطني وايضا كمان اللاعبين الدوليين، لكن الحقيقه العناصر المتواجده بتادي تدريبات على اعلى مستوى بجديه كبيره جدا وحماس كبير جدا. بنامل ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه في التدريبات وانطلاقتنا بامر الله تكون جيده جدا. اتكلمنا على تحديد ميعاد السفر، هيكون يوم 14. النادي الاهلي هيتدرب تدريبه وحيده في النيجر. الامور يمكن الفتره اللي فاتت كان تدريب 4:30 عصرا، لكن النهارده يمكن بيتسو موسيماني عدل موعد التدريب ليكون 11 صباحا. اكدنا على هذا الامر، قلنا يمكن هيقابلنا نقص اكسجين شويه، الجو مقبول الحقيقه شويه في مصر، الجو هيكون مختلف بشكل كبير في النيجر، لكن يعني تغيير الموعد التدريب ده بيكون امر مهم جدا، وبنحاول بشكل كبير ان احنا نكون متواجدين في كل تدريب النادي الاهلي، نشوف الجديه الكبيره جدا وحماس النادي الاهلي. غدا زميلي كريم هيكون اجازه لفريق النادي الاهلي، ومن بعدها يوم الجمعه ان شاء الله يستأنف النادي الاهلي تدريباته من جديد، تدريبات مكثفه، فقرات بدنيه متنوعه. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي موفق خلال المرحله القادمه، وانطلاقتنا ان شاء الله في مباراه النيجر تكون من نصيب النادي الاهلي. جميل، كل الشكر ليك زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك، وعوده لضيفنا العزيز اللي مشرفنا واللي منورنا، يعني الجنرال فكري صالح شيخ مدربي حراس المرمى عبر تاريخ حراسه المرمى في مصر. احنا وقفنا في الكلام يا فندم عند الفتره الانتقاليه واعاده ترتيب الاوراق بعد اللي حصل في 67. بعد اذنك طبعا من هنا بتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المرحله القادمه، وان شاء الله بالتوفيق يرجعوا ان شاء الله منصورين يا رب ان شاء الله. انا كان في حزن طبعا الشعب المصري بالكامل، نفتكر طوابير في الجمعيات عشان برضو الناس اللي هي عشان تجيب فرخه او لازم في الجمعيه طبعا. عشان تجيب فاكهه مفيش كهرباء، مفيش تليفونات، انا لازم اوري الناس الجو إيه العام كان عامل ازاي ده، يعني خلال الفتره من 67 لغايه يمكن 70 دي كانت في حزن وكآبه على الشعب المصري كله. بدات المعنويات ترتفع بحرب اسمها استنزاف العدو، ودي كان ليا الشرف ان انا اشتغلت فيها فتره، لان انت عارف برضو القوات الخاصه بيبقى لها شغل الكمائن والكلام ده. انت محتل ارضك عايز تحرر ارضك، بدات الجامعات والطلبه سنه 70 71 و72 يعملوا مظاهرات في الجامعه. صحيح. هنحارب امتى؟ 73 كان قرار الحرب، اتعملت خطه خداع غير طبيعيه. طبعا. قدرت تكسب، ولدرجه لا المخابرات الامريكيه ولا مخابرات الموساد قدرت تعرف ان في حرب ولا لا. قبل ما نطلع الفاصل ده بس على السريع كده، عايز اعرف من حضرتك اول احساس حسيت بيه لما عرفت بقرار الحرب. لا بعد بقى الخلفيات اللي احنا بنتكلم عليها. لا هو كان قبليها بلحظه، كان عندي معلش مباراه بلعب في الدوري كحارس مرمى الزمالك مع الطيران، وكان في 3 عسكريين في المباراه دي. انا والكابتن حماده امام رحمه الله عليه والكابتن عفت رحمه الله عليه. خلصنا المباراه كسبنا 5-1 وطلعنا فوق لقينا العربيات جايه تاخدنا، يعني هو ما كانش ده عادي طبعا، المفروض طبعًا ان انت تاني يوم هيتصلوا بيك وهتروح يقول لك لا ده احنا لا. فانا جريت على الكابتن حماده، لان الكابتن حماده كان في الوقت ده في المجموعه 75 مخابره وعفت كان كله. ايه يا كابتن؟ قال لي لا ده مشروع تعبوي، وده اللي كان موجود على مستوى القيادات الصغيره كلها ان في مشروع تعبوي. يعني ايه مشروع تعبوي؟ مباراه وديه. ايوه يعني حرب مشروع حرب يعني. اوكي. طبعا بمجرد ما انا رحت لقيت وحدتي، لا ده في ريحه معركه، ده ما انا حضرت قبل كده يعني كذا مشروع، انما دي ده وضع مختلف. فبدات المعنويات تبقى مرتفعه. مش عايز اقول لك اني لحظه يعني المعركه بدات ازاي، الساعه 2 220 طياره على مستوى منخفض جدا عدت قناه السويس، ومجرد ما عدت كلمه الله اكبر بدون تلقين يا كابتن كريم. الله اكبر. الله اكبر سواء ضابط او عسكري. الله أكبر. دي كانت بتهز الدنيا. طبعا. لدرجه ان المفروض التعليمات كنا، لان قناه السويس دي عباره عن عماره، تخيل عماره 22 طبعا 22 دور او 25 دور ورمل كلها ومطلوب اقتحام، وقدامك قناه
النابالم لو اتفتح تبقى كلها نار. طب تعدي ازاي؟ فازاي تقدر توقف النابالم ده كمؤثر؟ ازاي تقدر تخلص على المستودعات الاحتياطية او المستودعات اللي هتيجي منها النابالم؟ الحاجات دي كلها كان في عايز اقول عارف النوتة الموسيقية بين المشاة وبين المدفعية كل الأسلحة. المفاجأة ان احنا كنا عاملين من الخداع القوات الخاصة كلها على القناة اللي نزل المية واللي جايب قصب بيمص الكلام ده الساعة واحدة وواحدة ونص رغم ان يعني قبل نص ساعة بس عشان كل ده متراقب من طبعاً. فده من ضمن خطة الخداع للكوب. يعني بمجرد بحضرتك وزملاء حضرتك بذلك الوقت مجرد بس ما عرفتوا شميتوا ريحة ان في معركة على الابواب الروح المعنوية ارتفعت مش تردد مش خوف. دي برضو نقطة تستحق التأمل الحقيقة. انا هستأذن سيادتك بس نطلع فاصل سريع فضل. ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا. اتفضل. عودة من جديد لضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا في حلقة النهاردة الجنرال فكري صالح شيخ مدربي حراس المرمى في مصر. واحنا عندنا للأسف 3 دقايق بس. تحب حضرتك نقسمهم ازاي وانا مع حضرتك؟ لا انا عايز بس عشان ادي نصيحة يبقى انا على الاقل في جيل استفاد حاجة. يا ريت. اتفضل. دي في 10 ثواني. اتفضل. ان ايه روح اكتوبر العظيم؟ روح اكتوبر العظيم هي اللي تخليك ان يبقى عندك حاجة مستحيلة. يقول لك خط بارليف ده بقنبله ذريه ما تقدرش تعديه. لا تعدي. ضرب الطيران اول ضرب الطيران هيبقى عندنا 50% خسائر تبقى عندي 2%. طب ده جت منين؟ وده جينات الانسان المصري اللي القران ذكر مصر مرات كتيره. فهذه الجينات فينا. روح اكتوبر عباره عن 5 حاجات: التحدي، الاصرار، العزيمة، الالتزام، حسن التوكل على الله ونعم بالله. وده اللي كان الجنرال العظيم محمود الجواري وهو طبعا رحمة الله عليه كان حارب في 73 كسلها الإشارة. كنا ده ودي اللي أنا خدتها منه إن احنا بننفذها عشان ننجح في أي حاجة. ودي اللي أنا بقولها لأي طالب أو لأي عامل أو لأي فنان: لو التزمت بالخمسة دول يبقى انت وصلت الروح روح اكتوبر العظيم. يعني حضرتك بنفس العقيده دي كنت بتأدي مهام عملك كمدرب لحراس المرمى كمان بدليل ان انت خرج من تحت عباءه تدريبات حضرتك اهم الاسماء تقريبا في تاريخ حراسه المرمى في مصر ولا ايه؟ كابتن كريم انا مرنت الحراس 1979 عندي 23 سنه و8 شهور. كان الليجوان اللي انا مختارهم اكبر مني. علي النجار اكبر مني ب 10 سنين. ده اول اختيار 1979. سطوحي 6 سنين. ثابت البطل رحمة الله عليه 3 سنين. كان بس إكرامي عنده كارتليدج إكرامي كبير وحش أفريقيا خدت المرة اللي بعديها. طب أنا إزاي قدرت أسيطر على الناس اللي أكبر مني دي وأنا أقل منهم سنا إزاي وما عنديش؟ بروح أكتوبر. وأعتقد نفس الكلام كمان ينطبق على كابتن محمود الجوهري الله يرحمه مش كده برضه؟ هي دي. ودي اللي أنا النصيحة اللي أنا عايز أي حد يسمعني الخمس حاجات دول حتى حارس المرمى اللي عايز يوصل للعالمية مو صلاح محمد صلاح بالخمسة دول قدر يحقق ودي أنا بسميها باللغة العسكرية روح أكتوبر العظيم. وأتمنى بروح أكتوبر العظيم يوم الجمعة منتخب مصر يا رب يفرحنا. انا تحت امرك بقى في اي سؤال. الامر لله. لا هو للاسف اصل يعني جمال كلام حضرتك محتاج مساحه وقت اكتر من كده بكتير الحقيقه. عشان كده انا عايز استاذن سعادتك في حاجه. احنا النهارده يعني لحقنا يا دوب نتكلم على ما تيسر عن خلفيه حضرتك العسكريه لسه ما فتحناش حتى كلام في الكوره. ايه راي حضرتك نسعد ونتشرف بوجودك معانا مره ثانيه لان الحقيقه يعني الخلفيه بقى الرياضيه دي عايز لها يوم من اولها. لا يعني كإنجازات وكأسماء حضرتك تسببت في وجودها في الحياة الرياضية فنتشرف بوجودك معانا. على الأقل ندي دروس للمدربين اللي طالعة والأجيال كلها. شرف عظيم ليا وأنا تحت أمرك. الأمر لله. ده احنا في أي وقت تحددوه والله سعدنا وتشرفنا جدا 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 بوجود حضرتك معانا. بنكرر أكيد التهنئة كل سنة وكل حضرتك. أنا عندي بس كل المصريين طيبين وأنت طيب وأهل بيتك طيبين يا رب. عندي بس عايز أشكر جاء فريق الإعداد لأني وأنا بتفرج على اللي اتعمل ده رجعني سنين كتيرة جدا ومعمول بعناية. فأنا بشكر
فريق الإعداد شكر خاص. اتنين بترحم على كل بترحم على بطل الحرب والسلام طبعا الرئيس والزعيم السادات، بترحم على كل شهداء دفعتي دفعة 60 وكل من توفى في سبيل مصر لغاية اللحظة اللي احنا فيها، بنترحم عليهم جميعا. انا شاكر لحضرتك. ده انا اللي شاكر لحضرتك، وكنت اتمنى ان نطلع فاصل ونرجع تاني. لا احنا هنطلع فاصل طويل حبتين بس ان شاء الله. احنا يعني عايزين ناخد من حضرتك وعد، لازم تنورنا. لا ده وعد عسكري، وعشان بس يبقى كده انا اطمنت يا فندم. انا كده لما الجنرال يوعد يبقى اكيد هيوفي ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، سعدنا وتشرفنا بوجودك. كل سنه وحضرتك يعني كل المصريين طيبين وحضرتك بخير. ليا كابتن كريم، اشوفك على خير عن قريب باذن الله. ان شاء الله كل سنه وكل حضراتكم طيبين. النهارده يعني ذكرى عطره وعظيمه، وثاني وثالث ورابع. يا ريت كل اب وكل جد يفهم اولاده واحفاده قيمه هذا اليوم وقيمه هذه الذكرى بما تحمله من معاني كثيره. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، ان شاء الله نشوفكم على خير يوم الاحد الجاي وحلقه جديده وعشرة الصبح في الاهلي. صباح النصر عليكم.